وبعد كده بقى هم حكينا برضو قصه ماتش هنا, الماتش بتاع هنا برشلونه هنا بتاع المقاويه. هو ده الماتش ده كان عملت قصه ساعتها. لا ما هو انا كنت الفتره دي كنت كان يعني مستواي كان عالي جدا. ده ماتش بقى يعني ماتش مقويه وفي العمر, فهو مستر مانويل بيقول التشكيل. فانا كان قبلها برضو بسنه او سنتين كنا بنلعب ماتش نهائي الدوري مع الحرس, لو احنا كاسبين الدوري ونحتفل. فحطينا احتياطي, فانا اتضايقت. هو جه قال لي, قلت له يعني ده ماتش برضو عايز العبه ده كده, راح منزلني الشوط الثاني. فالماتش الثاني برضو نفس الحركه, فانا قلت هو نفس الحركه يعملها معايا. هو قال التشكيل, قال احمد السي, قال وائل, شادي, عماد النحاس, احمد عادل. فانا طبعا ايه, هو انا قاعد ثاني صف, هو شايفني اللي انا قلبت وشي. فراح قال, عارفين بقى مين الباك ليفت؟ المفاجاه. قالوا مين؟ قالوا له, قال لهم احمد السيد. كله استغرب ليه؟ قال لهم عشان يمسك ميسي. بركات ميسي يمسك ميسي. بركات على الجنب. قلت له يعني العالم كله مش عارف يمسكه, انا اللي همسكه انا. انت يعني طبعا كانت هي هو كان عايز نقفل عليه الحته دي طبعا, بس ده ما بيتقفلش عليه حاجه. ده كان ساعتها كمان ايه؟ كان لسه كان ميسي وايتو ورونالدينو. ميسي وديكو وايتو وديكو رونالدينو وجولي ورونالدينيو وماركيز وبيول وترام. يعني الناحيه بتاعتي كان فيها ترام. كفايه ترام ده, كفايه ده صحيح. لا وطويل وحاجه مرعبه. الفرقه كانت مرعبه جدا. بس طبعا احنا يعني بالنسبه لنا يعني احنا بنلعب برشلونه, وكان مباراه استعراضيه. بس ساعتها انا فاكر في الناس في الشارع كان رد فعلها, احنا وصلنا ناس الاسلام ان احنا هنكسب اي حد. قالوا لنا كسبوا برشلونه دوم ثلاثه يعني. فقعدت اتكلم, قلت له يعني ماشي, احنا ممكن نعمل معاهم نتيجه كويسه زي ما كسبنا ريال مدريد, لكن هتبقى ثلاثه قوي. الفرقه صعبه قوي يعني, فرقه ثلاثه ايه ده احنا ما يعني لا صعب قوي يعني. هم لو وقفوا هزروا كده هيدوها, وهم فعلا كل الاجوان بتاعتهم هم احنا مقفلين صح, لكن الاجوان كلها اربعه غير اللي ضاع يعني. بس هي كانت احتفاليه اكتر يعني, كانت احتفاليه اكتر منها اي حاجه تانية طبعا. واي ماتش يعني انا برضو لازم نعرف ان احنا في فرق شاسع بيننا وبينهم في كل حاجه. سنين ضوئيه في الكوره ما بين مصر. ايه الفرق؟ ايه بص ليه دايما الناس تسال كده؟ ليه دايما يقول لك احنا بنتفرج على كوره غير الكوره؟ العقليه. انت بتلاقي هنا اللعيب تعامله مع نفسه وتعامله حياته بره الملعب ازاي, وحياتهم هناك بره الملعب ازاي. معلش كريستيانو رونالدو كام دلوقتي؟ عنده 36 سنه او 37 سنه, وحافظ على نفسه, جيم, بطن, ريكفري, بيعمل كل حاجه. اشتغل على نفسه مع انه عنده 37 سنه وعمل كل حاجه. اي حد في مصر هنا بيعمل واحد على 1000 من اللي بيعمله كريستيانو ما بتعرفش تكلمه. اللي بيعمل اوفر ما بتعرفش تكلمه. تلاقيه لعيبه تلاقيه على طول ما بينامش كويس, ما بياكلش كويس, ما بيهتمش بنفسه, ما فيش تغذيه, ما فيش حد يهتم. فدي ده فرق كبير. هم اللعيبه بره هو شغلتهم الكوره. تلاقي